بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الجزء العملي الخاص بمقرر اللافة الكوريات موجه لطلاب الفرقة الثانية كلية التربية جامعة المنوفية. معاكم عبد الحافظ رجب، مدرس مساعد بقسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة المنوفية. أول حاجة هنتكلم عنها في المنهج ده بتاعكم إن شاء الله تبع شعبة مفصليات الأرجل، بنسميها فايلم أرثروبود. المثال الأول اللي عندكم في المنهج وكان مشهور جدا اسمه الدفنية أو برغوث الماء العذب، الدفنية أو برغوث الماء العذب. التصنيف بتاعه كينجدوم أنيماليا، سب كينجدوم ميتازوا، فايلم أرثروبودا، كلاس كراستيشيا، السب كلاس برانكيوبودا، السب كلاس برانكيوبودا، والاكزامبل الكائن بتاعنا بنسميه الدفنية. يبقى نكمل كلامنا. الكينجدم انيماليا المملكة الحيوانية تبع او بعد كده سب كينجدم ميتازوا كائنات عديدة الخلايا، فايلم ارثروبودا مفصليات الارجل، كلاس كراستيشيا القشريات، السب كلاس برانكيوبودا بنسميها خيشومية الأرجل، والمثال المقرر عليكم رقم واحد منها كان اسمه الدافنية أو برغوث الماء العذب الموضح في الصورة اللي أمامك. الكائن اللي بعد كده اسمه الأرتيميا، اسمه الأرتيميا ده نفس التصنيف بتاع الدافنية، الفايلم أرثروبودا برضو المفصليات أو مفصليات الأرجل، كلاس كراستيشيا، السب كلاس برانكيوبودا، والمثال أرتيميا. ونخلي بالنا في فرق واضح هو في الذكر والأنثى بتاعة الأرتيميا. الذكر منطقة الهيد بتاعته، منطقة الرأس فيها قرنين استشعار كبار باينين جدا على منطقة الهيد، أما في حالة الأنثى بيحصل لهم اختزال يبدو أيضا عندي ظاهر في المنطقة الفاصلة ما بين الصدر ومنطقة البطن في جسم الأنثى في كيس للبيض، وده مش موجود في الذكر لأن الذكر عنده في نفس المنطقة اللي هي منطقة انتهاء الصدر وابتداء البطن عنده فيها عضو التزاوج الكابيولاتري أورجان. المثال رقم 3 فايلم أرثروبودا كلاس كراستيشيا، يعني اللي يلاحظ ياخد باله ان الفايلم والكلاس او الكينجدم والسب كينجدم والفايلم والكلاس في الامثله اللي فاتت وده والامثله اللي جايه بعدها كلك يشتركوا لحد الكلاس. السب كلاس اسمها كوبي بودا، السب كلاس اسمها كوبي بودا بنسميها مجدافيات الارجل، والمثال بتاعها كائن اسمه السايكلوبس. وبرضو نبص على الذكر والأنثى نلاحظ إن ممكن نفرق الذكر والأنثى برضو زي الأرتيميا من منطقة الرأس، في الذكر بتاع الأرتيميا الرأس معذرة قرين الاستشعار في الأنثى بيكون مفرود، أما في الذكر بيكون ملتف حوالين نفسه، يعني من خلال منطقة الرأس فقط ممكن أميز الذكر من الأنثى. وأيضا في انتهاء المنطقة الفاصل ما بين منطقة الصدر ومنطقة البطن في الأنثى يظهر عندي كيس للبيض. كائن مهم برضو كلاس كراستيشيا، انا طبعا هننطق الكلاس لان زي ما قلت لكم الفايل كينجدوم والسب كينجدوم والفايلم والكلاس متشابهين. الكلاس اسمها كراستيشيا، السب كلاس بتاعت الكائن ده بنسميها الاوستراكودا او القشريات الصدفيه، الاوستراكودا او القشريات الصدفيه، والكائن ده اسمه سايبرس، الكائن اسمه سايبرس، ده كائن منتشر في المياه العذبه. يبقى خدنا الدافنيا ميه عذبه، الأرتيميا مية مالحة، السايكلوبس مية عذبة، والسايبرس مية عذبة، أما الليبس والبلانس بيعيشهم في المية المالحة. المثال اللي بعد كده
كلاس كراستيشيا، كلاس كراستيشيا، والسب كلاس اسمها سيريبيديا، اسمها سيريبيديا ذؤابية الأرجل، والمثال بتاعها الليمس. ده كائن منتشر جدا في المياه المالحة، وبيفضل إن هو يثبت نفسه على الصخور أو على قطع الأخشاب أو السفن اللي بتكون موجودة في المكان اللي هو موجود فيه. شبيه للكائن اللي فات بالظبط، حتى ليه نفس التصنيف، سب كلاس سيريبيديا، سيريبيديا ذؤابية الأرجل، اسمه البلانس، برضه كائن مائي بيعيش في المياه المالحة، برضه بيفضل إن هو يثبت نفسه على الصخور في المنطقة اللي بيعيش فيها. الكائن اللي بعد كده فايلم أرثروبودا، كلاس كراستيشيا، السب كلاس اسمها ملاكوستراكا، ملاكوستراكا، الاوردر اسمها براكيورا، اسمها براكيورا، والاكزامبل المثال الكابوريا اللي الناس كلها عارفينها اسمها نبتيونس بيلاجيكاس، نبتيونس بيلاجيكاس، او بنسميها سرطان الشاطئ، نبتيونس بيلاجيكاس، او بنسميها سرطان الشاطئ. فايلم أرثروبودا، كلاس كراستيشيا، سب كلاس ملاكوستراكا، سب كلاس ملاكوستراكا، الأوردر ديكابودا، ديكابودا، السب أوردر اسمها أنوميورا يعني ملتوي البطن، أنوميورا يعني ملتوي البطن، المثال بتاعها اسمه الباجراستينكتور، الباجراستينكتور ده بنسميه السرطان الناسك. اسمه السرطان الناسك، خلي بالكوا الكابوريا اسمها سرطان الشاطئ، اما الشكل اللي قدامكم ده اسمه السرطان الناسك. الكائن اللي بعد كده فايلم ارثروبودا، كلاس كراستيشيا، سب كلاس ملاكوستراكا، برضو رخويات الهيكل متكرره معانا في كذا كائن، الاوردر اسمها هوبلو كاريدا معناها مسلحات القشره، الاوردر اسمها هوبلو كاريدا، والاكزامبل بتاعها اسمه السكويلا، السكويلا. ده كائن برضو منتشر في المياه العذبه، فايلم ارثروبودا، كلاس كراستيشيا، السب كلاس اسمها ملاكوستراكا، اما الاوردر اسمها بيراكاريدا، الاوردر اسمها بيراكاريدا معناها بالعربي القشريات الكيسيه، والكائن ده يتميز ان هو بيحط البيضات بتاعته وبيغلفها في اكياس للحفاظ عليها، علشان كده بيسموها القشريات الكيسيه. والمثال الكائن ده اسمه الجمرس، اسمه الجمرس، والناس تخلي بالها في فرق كبير ما بين الكائن اللي انتوا شايفينه ده وما بين الجمبري اللي اتكلمنا عنه او اللي لسه هتاخدوه على حسب ترتيب السكاشن بتاعتكم. نخش بعد كده على مجموعة مختلفة شوية عن الكائنات المائية اللي فاتت، الكل اللي فات كان بيعيش في المية، أما دي نبتدي بتعيش في على اليابسة، الفايلم اسمها أرثروبودا، أرثروبودا، الكلاس اسمها ميريابودا عديدة الأرجل، ميريابودا عديدة الأرجل، السب كلاس فيها أول سب كلاس اسمها كيلو بودا بنسميها مئويات الأرجل، مئويات الأرجل، فيها كل الكائنات اللي عندها 100 رجل أو أقل، زي المثال المشهور اللي قدامكم في الصورة ده اسمه اسكولوبندرا موريسيتانس، اسكولوبندرا موريسيتانس ام 44 اللي هو في الصورة، ايوان اللي لونها غامق بني شوية ده، دي ام 44. طيب في خطأ دارج، الناس بتقول ان ام 44 عندها 44 رجل، لا ام 44 ما عندهاش 44 رجل، هي عندها 42 رجل، 42 فقط، وعندها على منطقة الراس قرنين استشعار، قرنين استشعار، فالناس بتعدهم الاثنين اللي فوق مع ال 42 رجل اللي تحت، فبتقول الاجمالي 44، لكن هما مش 44 رجل، خلي بالك. الصورة اللي في المربع الأبيض دي بتوضح أجزاء الفم بتاعت أم 44، أجزاء الفم بتاعت أم 44، بدايتها باللبرم، الشفة العليا، والمانديبول اللحي، والفيرست ماكزيلي، والسكند ماكزيلي، والماكزيلي خلي بالكم أجزاء الفم في أم 44 عددهم 5 أجزاء ومهمين جدا 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 جدا،
ولو جات في الامتحان أي حاجة ليها علاقة بأم 44 ومطلوب الرسم، ما ننساش نرسم الخمس أجزاء كاملين بتوع أم 44 بتوع أجزاء الفم. اللي بعد كده قريب أم 44 شوية، الكلاس ميريا بودة عديدة الأرجل، الساب كلاس اسمها ديبلو بودة، اسمها ديبلو بودة، الألفية القدم، ذوات الألف قدم، والمثال بتاعها اسمه الأيولس، زي ما انتم شايفينه كده عنده أرجل كتيرة جدا. ده كائن برضو مش بيعيش في المياه، ده بيعيش على النباتات. خلي بالكم ما بينه وما بين أم 44 في عدد الزوايد وفي مكان المعيشة بتاع كل واحد فيهم، والحاجة اللي بيتغذى عليها. أم 44 بتتغذى على اللحوم بتاعة الحشرات مثلا، أما الكائن ده بيتغذى على النباتات، يعني واحد فيهم كارنيفورس أما التاني هيربيفورس. نخش على كلاس جديدة، فايلم أرثروبودا، كلاس اسمها أراكنيدا، كلاس اسمها أراكنيدا العنكبيات. الأوردر اسمها سكوربيونيديا، سكوربيونيديا العقربيات، العقربيات. المثال بتاع العقرب اسمه سهل، اسمه بوسس كوين كويسترياتوس، بوسس كوين كويسترياتوس، بوسس كوين كويسترياتوس. نخلي بالنا من الصورة بتاعة العقرب لأن هي مهمة جدا، وفي السكشن بأمر الله هنقول لكم إزاي نعرف الفرق ما بين العقرب الذكر والعقرب الأنثى من خلال الحاجة اللي متشاورين عليها في الصورة اللي مكتوب تحتها رقم 3 اللي متشاور عليها بسهم أزرق دي اسمها البيكتين أو المشط، البيكتين أو المشط دي بتبقى من الناحية البطنية، لو كانت طويلة بتكون في الذكر ولو كانت في الأنثى بيكون طول المشط قصير. يبقى بنحدد الذكر من الأنثى في العقرب من خلال الناحية البطنية وطول المشط، لو المشط طويل يكون في خاص بالذكر ولو المشط قصير بيكون خاص بالأنثى. الكائن اللي قدامنا ده مشهور برضو، كلاس أراكنيدا، كلاس أراكنيدا، الأوردر أرانيدي اللي هي العنكبوتيات، الأرانيدي الأرانيدا معلش العنكبوتيات، والمثال اسمه الليكوزا فيروكس العنكبوت الذئب، الليكوزا فيروكس العنكبوت الذئب. هل بنقدر نميز الذكر من الأنثى في العنكبوت من الناحية الظهرية يا دكتور؟ اه، بنبص على حاجة اسمها البيدي بالب، الرجل الملماسية اللي هي موجودة في صورة لوحدها اللي جنب صورة العنكبوت دي، لو لقينا فيها الانتفاخ اللي في الآخر ده هنرسمه في السكشن بأمر الله ونقول هو عبارة عن إيه، دي بتكون موجودة في الذكر فقط، يعني من خلال الرجل الملماسية للعنكبوت نقدر نعرف الذكر بتاع العنكبوت من الأنثى. مجموعة مهمة جدا برضو من الكائنات تبع نفس الكلاس، كلاس أراكنيدا، الأوردر اسمها أكارينا، أكارينا القراديات، الأكارينا. الفاميلي اسمها أرجاسيدي أو القراد اللين، أرجاسيدي القراد اللين، أو بيسموها أحيانا قراد الدواجن أو الطيور على حسب الكائنات اللي هي بتكون موجودة فيها. والكائن اللي في الصورة اللي قدامكم ده اسمه أرجاس بيرسيكاس، أرجاس بيرسيكاس القراد اللين، أرجاس بيرسيكاس أو القراد اللين. خلي بالكم ملاحظة مهمة جدا، المنظر الظهري في القراد اللين، المنظر الظهري في القراد اللين لا يميز الذكر من الأنثى، يعني الظهر بتاع الذكر في القراد اللين شبه الظهر بتاع الأنثى بالظبط، فما نقدرش نميز. طب لو عاوز أميز الذكر من الأنثى ببص على الناحية البطنية، طب لما أقلب على الكائن على الناحية البطنية أبص على إيه بالظبط؟ نبص على الجينيتال أوبننج، على الفتحة التناسلية، على الفتحة التناسلية. لو كانت الفتحة التناسلية كاملة الاستدارة دايرة كاملة إذا العينة أنثى، أما لو كانت نصف دايرة مقلوبة زي الهلال كده إذا العينة ذكر. يعني الخلاصة بميز الذكر من الأنثى في الكائنات دي من الناحية البطنية ومن خلال شكل الفتحة التناسلية. ده كده باختصار القراد الليل. مجموعة تانية اسمها القراد الجامد الهارد تيك، كلاس أراكنيدا، الأوردر أكارينا، الفاميلي إكزوديدي، الإكزوديدي أو الهارد تيك أو القراد الجامد. المثال بتاعها اسمه رهيبي سيفالس سانجوينس، رهيبي سيفالس سانجوينس.
الكائن ده مختلف عن الكراد اللين في إننا نقدر نميز الذكر من الأنثى في الحالة دي من خلال الظهر. المنظر الظهري في الكائن ده بيميز الذكر من الأنثى، بحيث يقول لي إن الذكر في الكراد الجامد الظهر بتاعه مغطى بدرع كامل، أما الأنثى في الكراد الجامد الظهر بتاعها مغطى أو تلت الظهر فقط أو ربعه الأولاني بيكون مغطى بدرع. يعني الظهر بتاع الكائن ده لو كان مغطى بدرع كامل يبقى ذكر، لو كان الدرع ما بيغطيش الظهر كله بيغطي جزء منه فقط تبقى العينة أنثى. طبعا في بعض الاختلافات التانية هنقولها في السكشن بأمر الله. كان اللي بعد كده فايلم أرثروبودا، الكلاس أراكنيدا، الأوردر أكارينا، الفاميلي إكزوديدي، المثال اسمه ساركوبتس اسكابي، ده حلم جرب الإنسان، ده الكائن اللي بيسبب الجرب في جسم الإنسان الساركوبتس اسكابي. وبدايته بفايلم مولاسكا يعني شعبة الرخوية. الكائنات دي كلها تتميز بأن الأجسام بتاعتها رخوة، يعني نقدر نقول عليها بالعامية كده أجسامها طرية. وخلي بالكم إن في صفات وحاجات مميزة ليها، من أهمها وأبرزها إن الجسم فيها أغلبها 3 مناطق، هيد يعني راس، وفوت يعني قدم، وعندها جزء مهم جدا 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 بنسميه الفيزرال هام أو الحدبة الحشوية، ده مكان بتجمع فيه كل الفيزرا كل الأحشاء بتاعتها. وفي نقطة كمان عايز أقول لكم عليها، إن الكائنات دي بيكون عندها من وسائل الحماية إن هي عندها شل، يعني عندها صدفة بتحمي بيها أجسامها. طيب تعالوا نشوف الكائن الأولاني اللي معانا. الكائن رقم 1 اللي قدام حضراتكم ده، الاسم العلمي بتاعه أو خلينا نشوف التصنيف بتاعه بشكل كامل، كينجدم أنيماليا، سب كينجدم ميتازوا، فايلم مولاسكا يعني الرخويات. الكلاس اسمها أنفينيورا، أنفينيورا أو بنسميها مزدوجة العصب. المثال رقم 1، الكائن اسمه الأكانسوكايتون سباي نيجرا، أكانسوكايتون سباي نيجرا. لو بصيتوا في الصورة اللي قدامكم ده كائن بيعيش في المياه المالحة وبيعيش على القاع أو بيعيش مثبت نفسه على الصخور. طيب الظهر بتاعه زي في الرسمة اللي أنا بعتها لكم كده، عليها صدفة واحدة فقط، شل واحدة فقط، لكنها مقسمة إلى 8 أجزاء. يبقى خلي بالكم دي مش 8 أصداف، دول مش 8 شيلز، لأ دي شيل واحدة، دي صدفة واحدة، لكنها متقسمة إلى 8 قطع أو 8 أجزاء متمفصلين مع بعض، عاملين زي المفصلات بتاع الباب كده، علشان يساعد الكائن ده لو كائن جه يسحبه من مكانه علشان ياكله أو يهجم عليه، بيكور حوالين نفسه، بيلف حوالين نفسه. فالصدفة بتاعته اللي على الظهر اللي قدامكم دي لو كانت عبارة عن قطعة واحدة كان هيبقى صعب جدا إن الكائن ده يلف حوالين نفسه أو يفرد ويتني جسمه، كان الموضوع ده هيبقى صعب جدا. فنلاقي ان هي صدفة واحدة لكنها متقسمة 8 قطع، كل قطعة ما بينها وما بين التانية شبه المفصل او المفاصل كده، علشان يساعد ان الكائن ينفرد او ينتني يتكور حوالين نفسه علشان يزود عليه عملية البروتكشن. الكائن اللي بعد كده من أكتر الكائنات المشهورة والمعروفة من الرخويات، وهو القوقع الصحراوي اللي قدامكم في الصورة ده، الكينجدم أنيماليا، سب كينجدم ميتازوا، فايلم مولاسكا. الكلاس بتاعته اسمها كلاس جاستروبودا أو بنسميها بطنية القدم، كلاس جاستروبودا. والأوردر اسمها بولموناتا. الاكزامبل الكائن اللي قدامكم ده إريمينا ديزيرتورام القوقع الصحراوي، الإريمينا ديزيرتورام القوقع الصحراوي، وزي ما انتم شايفين الجسم بتاعه منبسط او ممتد بداية من عند الرأس قدم، الرأس اللي فيها فتحة الفم وعندها نوعين اتنين من اللوامس، لوامس امامية ولوامس خلفية. وخلي بالكم من شكل الصدفة دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية، الشيل اللي بتكون وظيفتها حماية الجسم. والكائن ده يا ريت تهتموا بيه كتير جدا جدا جدا، لان ده المثال رقم 2 اللي عليكم في التشريح في مقرر لفقريات 2. يبقى المثال رقم 1 بتاع التشريح هو الجمبري اللي اتكلمنا عنه في سيكشن سابق، اما المثال رقم 2 بتاع عينة التشريح هو تشريح القوقع الصحراوي. الكائن اللي بعده
كينجدم انيماليا، سب كينجدم ميتازوا، الفايلم مولاسكا، الكلاس اسمها لاميلي برانشياتا، الكلاس اسمها لاميلي برانشياتا، صفيحية الخياشيم. يعني ايه صفيحية الخياشيم يا دكتور؟ لو بصيتوا في الصورة اللي قدامكم بتاعت محار الماء العذب، ايوه الكائن ده اللي هو غني عن التعريف، معروف جدا ومنتشر تقريبا عندنا في المياه العذبة، محار الماء العذب. الصورة اللي على الشمال ده شكل الكائن وهو مقفول، عنده صدفتين اتنين، عشان كده احيانا بنسميه باي فالف، يعني عنده صدفتين اتنين مش صدفة واحدة بس. لو بصيتوا في الصورة اللي فيها الكائن متشرح، هتلاقوا ان في النص بالظبط مشاور بسهم ابيض كده على تركيب بنسميه الجلز او الخياشيم. الخياشيم في الحالة دي واخدة شكل طويل زي ما انتم شايفين، او شكل الصفيحة، فعلشان كده بيسموها صفيحية الخياشيم. فخلي بالكم من الكائن ده. الاسم العلمي بتاع الكائن اسمه أنادونتا روبنز، محار الماء العذب، الأنادونتا روبنز، أو بنسميه محار الماء العذب. نخش بعد كده على كائنات كبيرة ومشهورة برضو بس بتعيش في المارين، كينجدم انيماليا، سب كينجدم ميتازوا، الفايلم مولاسكا، فايلم مولاسكا يعني الرخويات، الكلاس اسمها سيفالوبودا، سيفالوبودا يعني الرأس قدميات، الاوردر اسمها ديكابودا يعني ذوات العشر اقدام او عشر زوايد. لو بصيتم على الرسمة اللي انا بعتها لكم هنلاقي في ان جسم الكائن ده على منطقة الهيد عنده 8 ارمز، 8 اذرع لفوق كده اللي فوق الراس بالظبط، وفي 2 تنتكلز، واحدة نازلة من جهة اليمين واحدة نازلة من جهة الشمال، يبقى 2، واحدة يمين واحدة في جهة الشمال، و8 فوق، يبقى التوتال بتاع الزوايد عنده 10. والاسم العلمي بتاع الكائن ده سيبيا سافيني، السيبيا سافيني. الكائن ده يا اما اسمه السيبيا او اسمه الحبار او اسمه الصبيط او اسمه الكاليماري، يبقى خلي بالنا الكائن ده له 5 اسماء وكلهم بيعبروا على نفس الكائن. ده اول كائن بتدرسوه في المجموعة دي، الصدفة بتاعته بتكون للداخل مش للخارج. يبقى خدنا اول نوع الصدفة بتاعته للخارج اللي هو كانت متقسمة 8 قطع اللي هو الكايتون، القوقع الصحراوي الصدفة بتاعته للخارج، محار الماء العذب الصدفة بتاعته للخارج، أما السيبيا ده أول كائن عند حضراتكم الصدفة بتاعته للداخل، بتكون جوه الجسم نفسه مش بره. وإحنا حتى في صورة للصدفة معزولة مطلعينها من جسم الكائن وحطيناها لكم اللي هي على الخلفية السمراء دي، تمام كده؟ يبقى السيبيا سافيني. قبل ما ننتقل من السيبيا ونخش نشوف الكائن اللي بعده، المنظر البطني بتاع السيبيا بيظهر عندي الفم، وبيظهر عندي تركيب اسمه الفانل أو القمع، الفانل أو القمع. وخلي بالكم ان الفانل ده بيكون وسيلة السيبيا في العوم للخلف، السيبيا بتعوم للخلف باستخدام الفانل او القمع. طيب لو عايزة تعوم للامام يا دكتور بتعوم من خلال حاجة بنسميها اللاترال فين او الزعانف الجانبية، تمام كده؟ يبقى عنده ميكانيزم او عنده وسيلة بيعوم بيه للامام وعنده وسيلة بيعوم بيها للخلف. اخر حاجة في السيبيا قبل ما نسيبها ونخش للكائن اللي بعده، ان لما نبص في الرسمة اللي في الجهة البطنية بتاعت السيبيا نلاقي ان الدراعات بتاعتها او الارمز بتاعتها عليها 4 صفوف من الممصات. خلي بالكم علشان الحاجات دي بتفرق في الرسومات وبيبقى عليها درجات، عندها 4 صفوف من الممصات، والممصات دي الكائن ده بيعتمد عليها ان هو بيعمل بيها ادهيشن او التصاق للفريسة اللي عاوز ياكل عايز يتغذى عليها، او احيانا لو عاوز يدافع على عن نفسه، تمام كده؟ الكائن الاخير في السكشن اللي قدامكم ده هو الاخطبوط، الفايلا مولاسكا، الكلاس سيفالوبودا زيه زي السيبيا بالظبط، لكن الاوردر اوكتابودا، اوكتا ايوه يعني 8. يبقى الاخطبوط من اول الاختلافات اللي ما بينه وما بين السيبيا ان الاخطبوط عنده 8 اذرع او 8 ارمز، اما السيبيا عندها 10، ده اوكتابودا وده ديكابودا. الاسم العلمي بتاع الاخطبوط الاوكتوباس فولجاريز، الاوكتوباس فولجاريز. طب في اختلافات تانية يا دكتور؟ اه في شوية الاختلافات بسيطة زي ايه مثلا؟ يبقى قلنا الاختلاف رقم 1 في عدد الارمز. الاختلاف رقم 2 لو بصيتوا على السكر على الممصات في الصورة اللي تحت اللي في الخلفية البيضة دي، هنلاقي ان الممصات اللي جنب بعض هنا عددهم 2، يبقى الاخطبوط عنده 2 روز اوف سكر، عنده صفين 2 فقط من الممصات. يبقى السيبيا عندها 4 صفوف من الممصات، الاخطبوط عنده صفين 2 فقط. السيبيا 10 ارمز او 10 زوائد، اما الاخطبوط 8 فقط. الحاجة الاخيرة، السيبيا قلنا بتتحرك للخلف بالفانل، ونفس الكلام في الاخطبوط بتتحرك للخلف بالفانل اللي هو القمع برضه. السيبيا كانت بتتحرك للامام باللاترال فينز بالزعنفة الجانبية او الزعانف الجانبية،
أما الأخطبوط بيتحرك للأمام بخلال حاجة بنسميها الويب أو الشبكة، الويب أو الشبكة اللي هي قطعة الجلد اللي في النهاية خالص، اللي في البيز، القاعدة بتاعة الأرمز وبعض. عارفين قطعة الجلد اللي ما بين الدراعات أو ما بين الصوابع، معلش، بتاعة البط أو الوز أو اللي موجودة في أرجل الضفدعة، هي نفس القصة كده اللي موجودة عند الأخطبوط، ودي الوسيلة بتاعة السويمينج بتاع شعبة الجلد شوكيات أو بنسميها فايلم إيكاينوديرمات. في فايلم أعتقد سمعتوا عنها ودرستوها قبل كده، اسمها فايلم إيكاينوديرماتا الجلد شوكيات، وهي ما خدتش المسمى ده من فراغ، لأ ده اكتسبته علشان طبقة الجلد في الكائنات دي مغطاة بكمية كبيرة جدا من السباينز من الأشواك. المثال اللي عندكم الكامل الاولاني، التصنيف بتاعه الكينجدم انيماليا، سب كينجدم ميتازوا، الفايلم ايكاينوديرماتا، والكلاس اسمها استيروديا، استيروديا اللي هي بتاعه نجوم البحر المنتظمه، واسم الكائن اسمه استروبكتين ريليتاز، استروبكتين ريليتاز. خلي بالكم زي ما قلت في الفيديوهات بتاعه الرسم ان لحد الفايلم ملاصقه كنا لو بنرسم رسمتين للكائن كنا بنسميهم واحده دورزال فيو وواحده فينترال فيو. اما بالنسبه لفايلم ايكانوديرماتا عموما فالمسميات بتاعتها مختلفه شويه. بنرسم الرسمه لو فيها فتحه الفم بنسميها اورال سيرفيس، يعني فتحه فميه، لو فتحه الفم مش موجوده بنسميها اب اورال سيرفيس. فنخلي بالنا من المسميات. طيب اول حاجه نشوفها عندكم في نجم البحر المنتظم ان الكائن ده عنده نوع من التماثل بنسميه التماثل الخماسي، بنتا ريديال سيمتري، بنتا ريديال سيمتري. يعني لو قسمت جسم الكائن ده 5 اجزاء هنلاقي ان 5 اجزاء متساويه، طبعا هنلاقي ان ال5 اجزاء دول متشابهين، كل واحده فيهم او كل جزء فيهم شبه الجزء الثاني اللي موجود بالظبط. فنخلي بالنا من النقطه دي. الحاجة التانية، الاب اورال سيرفيس بتاع نجم البحر المنتظم ما بيظهرش في مكان محدد للسنترال ديسك. لو تفتكروا ايام الثانوي كان يقول لك السنترال ديسك لو قطعت حتة منه مع الارم بيطلع واحد جديد. في عالم جاب نجم بحر وقطع حتت صغيرة جدا من الاطراف بدون النجم، بدون القرص الوسطي، وطلعت طلعت جزء، يعني طلعت جزء كامل لنجم البحر. يعني مش شرط يكون نجم البحر لازم يكون معاه جزء من القرص الوسطي علشان يطلع جزء تاني. في حاجة مهمة جدا في نجم البحر المنتظم خلي بالكم منها، ان الظهر بتاعه مغطى بعدد كبير جدا بحاجة بنسميها الباكزيلي او المشاج، تمام. ولما نيجي نبص على الاورال سيرفيس، السطح الفم بتاعه، بنلاقي الفم في المنتصف وفي حاجة بنسميها الامبيولاكرال جروف، الميزاب الحركي، طالع من عليها بعض البروزات او النتوءات كده بنسميها التيوب فيت. التيوب فيت دي بنسميها الاقدام الانبوبية، وهي وسيلة الحركة اللي موجودة في نجم البحر المنتظم، تمام كده. يبقى نجم البحر المنتظم بيتحرك بحاجة بنسميها التيوب فيت. وفي نهاية الامبيولاكرال جروف عنده عنده تنتجل لامسة وعليها اي، الاي طبعا دي مش بتكون وظيفتها الرؤية، دي بتكون وظيفتها الديتكشن اوف لايت، الاحساس بوجود الضوء. كائن شبيه شوية باللي اتكلمنا عنه ده اسمه نجم البحر الهش او نجم البحر الثعباني، نفس الكلاس ايكانوديرماتا، نفس الاورد الفايلم، معلش، ايكانوديرماتا. الكلاس بتاعته اسمها اوفيوريديا، اوفيوريديا اللي هي طائفة نجوم البحر الثعبانية، والاسم العلمي لنجم البحر الهش اسمه اوفيوكوما سكولوبندرينا، اوفيوكوما سكولوبندرينا. اول اختلاف ما بينه وما بين نجم البحر المنتظم طبعا في حجم الاذرع، الاذرع بتاعت نجم البحر المنتظم اكبر شويه واوسع، اما اعرض يعني، اما في نجم البحر الهش من اسمها كده بتكون ارفع واهش واضعف من اللي موجوده في نجم البحر المنتظم. الحاجة التانية، لما بنيجي نرسم نجم البحر المنتظم الهش، لو تاخدوا بالكم السنترال ديسك بدأ يظهر عندي في الاب اورال سيرفيس، اما في الاب اورال سيرفيس بتاع نجم البحر المنتظم ما كانش فيه مكان محدد للنجم للقرص الوسط، يعني ما كانش ليه بداية وما كانش ليه نهاية. ونخلي بالنا برضو من الفروقات دي. في حاجة كمان، السطح العلوي هنا بتاع الأرمز عليها حاجة بنسميها بليتس، عليها صفائح علشان تعمل حماية وتدعيم
للكائن ده من السطح الأبور. أما لو بصينا في السطح الأورال هنلاقي فتحة الفم وشكلها مختلف تماما عن اللي كانت موجودة في نجم البحر المنتظم. عندي هنا 5 مادري بورايت، خلي بالكم في هنا 5 مادري بورايت وموجودين في الأورال سيرفس، على عكس نجم البحر المنتظم كان عنده مادري بورايت نصفة واحدة فقط وكانت موجودة في الأب أورال سيرفس. الأرمز هنا عليها من تحت برضو مجموعة من التيوب فيت، لكن بتفقد وظيفتها الحركية، ما بتبقاش وسيلة حركة هنا، لا الكائن ده بيتحرك بالأرمز نفسه، الدراع نفسه هو بيكون وسيلة الحركة. طيب أمال إيه وسيلة التيوب فيت في الحالة ده أو وظيفتها إيه؟ التيوب فيت في نجم البحر المنتظم بيكون لها وظيفتين اتنين، وظيفة حسية سنسوري ووظيفة تنفسية ريسبيراتوري، يبقى ليه وظيفتين اتنين على عكس اللي كان موجود في نجم البحر المنتظم. وفي نقطة معلش نسيت أقول لكم عليها، في نجم البحر المنتظم في حاجة في السطح السيرفس الفمي، في سطح الفم بتاعه اسمها البيديسيلاري، ودي بتكون وظيفتها تنظيف السطح بتاع السطح الفمي بتاع نجم البحر المنتظم. تمام. قنفذ البحر التصنيف بتاعه فايلم ايكانوديرماتا، الكلاس اسمها ايكاينوديا، والاسم بتاع الكائن ترايبنستس جراتيلا قنفذ البحر المنتظم. خلي بالنا برضو من ملاحظة الاورال سيرفيس والاب اورال سيرفيس في الكائن ده، وخلي بالنا ان الاب اورال سيرفيس بتاع الكائن ده عليه اينص، وده ما كانش بيظهر في الاثنين المثالين اللي خدناهم قبل كده. وخلي بالكم من ان المادري بورايت الجزء اللي قصادها فيه تيوب فيت، اللي بعده فيه اشواك، اللي بعده تيوب فيت، اللي بعده فيه اشواك، دول 10 اجزاء متبادلين. طب يا دكتور انت حضرتك في اول الكلام قلت لنا ان هو تماثل خماسي، ازاي عنده 10 اجزاء؟ لان كل جزء من الخمسة يعني التيوب فيت والسباين دول بيكونوا جزء واحد، يبقى جزء فيه تيوب فيت وسباين وهكذا، نلاقي ان التوتال بتاعهم في النهاية 5 اجزاء متماثلين، تيوب فيت و5 اجزاء سباين. اما بالنسبة للسطح الاورال او السطح الفمي بيظهر عندي 5 اسنان حواليهم البيريستوم اللي هو حوقة الفم، ونركز كويس قوي ان في كل جزء موجود فيه اشواك بيظهر عندي 2 برانش، كل جزء فقط رسمنا فيه الاشواك بيظهر عندي 2 برانش 2 خاشيق. اما كل جزء موجود فيه او بنرسم فيه تيوب فيت بنرسم فيه 2 بنسميهم بقل تيوب فيت، الاقدام الانبوبية الفمية، ودي بتعمل موفمنت للفود بارتكلز توردز الماوث، يعني بتوجه جزيئات الطعام في اتجاه الفم. فخلي بالنا من الاعداد والحاجات دي لان هي مهمة جدا جدا في وصف الكائن. اخر حاجة خالص النجم ده خيار البحر، الهولوسيوريا كيوريوزا، الهولوسيوريا كيوريوزا، والاسم العلمي بتاعه او الاسم الكلاس بتاعته هولوسيوريدي. الكائن ده الجسم بتاعه ممتد منبسط يعني، وبيكون مغطى بعدد كبير من التيوب سيت، لكن لما بيحصل له ستيميوليشن او اي اثارة او اي كائن بيهجم عليه مثلا او بيحس بخطر بيسحب التيوب فيت بتاعته للداخل فيبان سطحه أملس، لكن هو في الحقيقة عنده تيوب فيت.